وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث المختص بشؤون المياه والأنهار السيد هيثم الخزعلي. أهلا ومرحبا بك. بداية، بعد الأنباء التي تحدثت عن جفاف الأنهار، هل دخل العراق في أزمة مياه حقيقية؟ الحقيقة العراق بدأت لديه أزمة المياه منذ أن شرعت تركيا بملئ خزانات سد أليسو، والمشروع الذي أسست له ببناء 22 سد جنوب شرق تركيا، والتي من المفترض أن توسع 18 محطة توليد كهرباء لتركيا، وهي مهمة لها بالنسبة لعملية التنمية. إلا أن ملئ هذه السدود والخزانات سوف يخفض حصة العراق المائية من 21 مليار متر مكعب إلى 9.5 مليار متر مكعب، وهذا تقريبا أقل من نصف الحصة المائية المستحقة للعراق. وعلى الحكومة العراقية أن تلجأ للمحكمة الدولية والأمم المتحدة من أجل إلزام تركيا بإطلاق الحصص المائية العراقية ودفع الضرر عن المواطنين العراقيين خصوصا في مناطق جنوب العراق. طيب، يعني أنت أشرت إلى أن الحكومة العراقية يجب عليها أن تفعل هذه القضية، لماذا تسكت عنها حكومة بغداد ولا تفعلها من أجل استحصال حقوقها؟ طبعا كما تعلم أن العراق منذ تغيير النظام 2003 دخل في دوامة صراع مع وجود قوات الاحتلال الأمريكي التي لم تعمل على أي شيء لتطوير العراق أو بناء البنى التحتية، وكانت هناك شبه يعني استهداف يوم المواطنين العراقيين بحرب إرهابية قاسية، ثم جاءنا تنظيم داعش والعراق إلى الآن لم يتعافى. الحكومة أيضا مقصرة على اعتبار أنها لم تقم ببناء سدود وخزانات طيلة هذه الفترة التي تتجاوز يعني أكثر من 14 سنة، لأن السلطات في كردستان استطاعت بناء 5 سدود، وهذا بالتالي أيضا يقلل من حصص المياه الواصلة إلى بغداد ومناطق. طيب، مجلس البصرة مجلس البصرة يحذر من هجرة جماعية للسكان ونتيجة الصحر والجفاف، هل هنالك تداعيات أخرى لأزمة المياه في العراق؟ طبعا أزمة المياه تداعيات خطيرة وكبيرة، لأن أتحدث عن المياه هي طعم الحياة، يعني لا يوجد حياة في أي مكان بدون مياه. مجلس محافظة البصرة في أوقات سابقة اقترح بناء سد على شط العرب لحجز المياه التي تتدفق من تركيا وتصل إلى مناطق جنوب العراق، إلا أن هذا الموضوع لم يفعل. هناك تقصير حكومي واضح من قبل حكومة بغداد والحكومات المتعاقبة في بغداد بهذا الموضوع. لابد أن يتم يعني اللجوء إلى المنظمات الدولية، وفي عين الوقت العمل على بناء سدود وخزانات وإدارة ووضع خطط لترشيد المياه والاستفادة من مياه الأمطار، وبالتالي ممكن أن نجري معالجات وقتية لهذا الموضوع إلى أن يتم حله بشكل نهائي أمام الأمم المتحدة والزام تركيا إطلاق حصص العراق المائي. الباحث المختص بشؤون المياه والأنهار السيد هيثم الخزعلي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.